وصلت إلى نقطة المواجهة الحدودية، ولم يعد يفصلني عن السلك الشائك سوى أمتار قليلة. أنا الآن في نقطة تسمح لي برؤية ملامح الجنود المدججين بالسلاح خلف السواتر الترابية في حالة تأهب لإطلاق الرصاص على الفتية المتجمعين. لم أقصد من بلوغ تلك النقطة مشاركة الفتية في رمي الحجارة، بل حركتني دوافع رومانسية. لكني أبغض الاحتلال لأنه ينغص علي رحلتي المسائية. أبغضه لأنه يناقض قانون الطبيعة. إنه يمنعني أن أكون طيراً محلقاً. إنه يقتل أحبابي. هذه الجماهير، يعني هذا حشد كبير. نحن نتحدث عن متظاهرين للجمعة العاشرة على التوالي، رمضان، هناك جوع وهناك عطش وهناك حار وهناك أيضا عنف إسرائيلي، ورغم ذلك يأتي الناس ويتجدد مجيئهم كل جمعة. حالك؟ الله يسعدك يا رب. كيف اليوم في عدد كبير؟ عدد محترم. إن شاء الله ما يكونش في صلاة كثير. لا صلاة والله بجد هذا. خاصة إن الشباب قدموا كثير. صح حي؟ الشباب وين بيقدموا؟ شاف الشباب وين واقفين؟ اللي بيقدم خطوة عنهم بطقوا. لما تكون في الميدان صعب يكون لديك أرقام دقيقة، لأن الميدان يعني الإنسان بيكون متشغل فيه غير عن اسم الغاز. جنازة الشهيدة رزان النجار، ممرضة متطوعة كانت ترتدي الثوب الأبيض المميز للطواقم الطبية، عمرها 21 سنة. قتلها قناصة جنود الاحتلال. كنا احنا وياها ميداني. يوم استشهدت برضه كنا ميداني احنا. كنت في نفس اللحظه رزان رفعت ايديها ان اخذته، هذا حامي لها انه ما يطخوها ولا يعملوا معها شيء انها تاخذ الاصابه اللي قدام. نعم. فهي وراجعه خبطوها رصاصه. وين اجت الرصاصه؟ في صدرها وطلعت من ظهرها وفي شظايا على رقبتها. عظم الله أجرك، عظم الله أجرك يا خالة، ربنا يرحمها إن شاء الله. أحلى شهادة في الشحلة من هيك. كانت بالنسبة لي صديقي وأختي، كل حياتي كانت بالنسبة لي. يوصوها بدم بارد مباشرة، كانوا معنيين برزان، معنيين. كان سلاح رزان الوحيد في المعركة، هذا هو سلاح رزان بنتي. كل العالم يشوف سلاح رزان، هذا السلاح وهي الزخيرة تبعت السلاح تبعها، هو هذا عشان هيك قوصوها. والعالم كله بيشوف. لإمتى يسكت العالم كله؟ مين بده يحاسبهم على جرائمهم؟ مين بده يجيب لي حق رزان؟ أنا بطلب العالم كله يجيب لي حق رزان. اللي بيدعوا السلام، وين السلام؟
أكثر وأكبر عطي. هي رفعت راس الفلسطينيين كلهم. كلهم رفعت راس الشعب الفلسطيني كله. والله فخر، والله فخر. رزان مش قريبتي، لكن أنا حزين جدا عليها كما لو أنها كانت أختي. هو الشهيد ليس رقم، كل إنسان يعني له أحباء. إحنا ما بنختار الموت ولا بنحب الموت، إحنا بنحب أبنائنا. وين العصفور عبد الرحمن؟ تحب العصفور أنت؟ بجيب عصفور. أجيب عصفور؟ أفضل بسة. كمان بسة؟ طب حرام نحبسهم في البيت أنا. كلب اللي أنت بدك إياه. أجيب كلب كمان؟ لا حرام. لا كله. ليش نحبسهم أنا في البيت؟ خليهم هيك، خليهم يضلهم عايشين. لما صار صوت قصف في التصعيد الأخير، طبعا هو يعني صابته حالة هلع من صوت الانفجارات، كانت كبيرة جدا. فالآن أجا يجري، بابا بطخ علينا، بابا بدهم يقصفونا. فعقد أقول لا يا بابا هذا بعيد، بروح بعيد. بعدين حاولت أطلعه من الوضع هذا، كنت أقول إحنا حين لما نسمع صوت صاروخ نقول هي، لما نسمع صوت الصاروخ إيش بن يلا كيف طيب هلا الصاروخ وين بكون؟ أنا عنده ولا بكون بعيد؟ بكون عند وين؟ البحر. أيوة عند البحر بعيد، بيجيش علينا صح؟ شطور. أنا الآن بكتب مقال عن رزان النجار. من لحظة ما شاركت في جنازتها وقفت على قبرها وبشعر يعني بشيء مكتوم جواتي، هذا الشيء لازم أعبر عنه. حطيت عنوان لهذا المقال حتى الملائكة تقتل في فلسطين. كانت رزان ملاكا بوجهها الجميل الذي يشع براءة وطيبة، وكانت ملاكا بتفانيها في خدمة الناس وحب فعل الخير. أنا أؤمن بأن الكلمة أقوى من البندقية. أؤمن بقوة المعرفة، وربما يعني انطوائي نوعا ما اجتماعيا. كانت هذه القضية بتمثل يعني تساؤل ملح في داخلي، أني كيف ممكن أخدم، كيف ممكن يكون لي دور إيجابي في الحياة. المكتبة يعني كانت جزء أساسي من حياتي وأنا صغير، من 4 إلى 6 ساعات يعني يومياً كنت أقضي في هذه المكتبة. يعني يمكن ما كنتش ألعب كرة قدم وهذا، لكن كان هذا كبديل يعني. طب في قسم فلسطينيات؟ قسم روايات عندنا محدودة، لأنه أنت عارف النهاية إحنا مكتبة دينية. طبعاً ناجي العلي هذا أحد الشخصيات الملهمة إلي، بأشعر يعني بتشابه بين روحي وروحه. رسوماته هذه قبل 30 سنة أو أكثر، بتحس إنه اليوم إحنا نفس الكلام اللي بيحكي عنه، تحس إنه فيش شيء تغير. هذا من أوائل الكتب اللي قرأتها في هذه المكتبة، من أول ما افتتحت يعني من قبل يمكن 20 سنة، كنت طفل في ذلك الوقت. أنا بحب هذه القصة لأنه بتمثل معنى العدالة. قبل سنوات قليلة كانت فكرة النضال السلمي حين تطرح في غزة يعني تكون مستهجنة، تكون مستغربة من الناس ومن الجماهير، لأنها مرتبطة في الأذهان بأنه النضال السلمي معناه استسلام. لكن مسيرة العودة صار في تحول إيجابي باتجاه الثقة بوسائل النضال السلمي. نحن لسنا أقوى من إسرائيل بالسلاح الفتاك، ولكننا أقوى من إسرائيل لأننا أصحاب رواية عادلة.
أنا الآن رايح على مكان تجمع لبعض نشطاء مسيرة العودة. هنسجل فيديو يعني في تعريف لحق العودة بحيث إنه هذا الفيديو يكون رسالة نرسلها عبر الإعلام. إيش عالي الإشي يمكنه؟ دكتور أحمد مادة واحدة ثابتة وبشر. مش كأنه خطابة أو إشي زي كذا. هندخل معنا فوتوغرافك إشي زي كذا. خلاص ممكن في الختام أقول تظاهر اللاجئين الفلسطينيين بدأ من 30 مارس بطريقة سلمية، قتل الاحتلال منهم 110 وأصاب. ليش حط ما يزيد عن 100؟ بس لو سمح الله صار زيادة. تأخرنا فارش الدش رقم قليل. خلاص ماشي الحال. إذن هل يوجد حق؟ إذن هل يوجد عقبات عملية؟ حركة حماس الآن تتهمها دولة الاحتلال بأنه هي من يقف وراء مسيرة العودة، لكن حركة حماس عجزت قبل مسيرة العودة عام كامل، عجزت عن مثل هذه الحشود. الناس لماذا اجتمعت الآن؟ الناس اجتمعت الآن بسبب قوة شعور الناس الوطني وقوة شعور الناس تجاه هذه الفكرة. اليوم هقوم إن شاء الله أنا ومجموعة من الأصدقاء بجولة لزيارة عدد من الجرحى اللي أصيبوا في مسيرات العودة. هنروح عليهم وهنحاول يعني نرفع معنوياتهم. أنا شفتك اليوم؟ لا شفتك. تاريخ إيش صار؟ 14 شهر 5 بلاش 5. ايش رصاص متفجر؟ يعني انا بقول مش رصاص متفجر، متفرتك. اول لحظه الاصابه الاولى ايش بتحس؟ ولا شيء، بس كهرب بس مش اكثر. يعني ايش هي وضعها؟ هي ناقص زي ما انت شايفها، هي الفرق بين الرجل هذه وبين الرجل هذه. 14 سنتي ايش فرق قصه يعني؟ في فرق في الطول. فرق في الطول شايف انت؟ يعني الرجل هذيك واصل للسرير والرجل الثاني لا، 14 سم قصر. انه في الاول وفي الاخر الواحد يعني اللي بدفع انه يروح، سواء يعني بروح هو لشهيد لاشي، يعني لازم يكون متوقع كل شيء. ايش دافعك؟ دافع الوطن. كل اللي دافع لكل بني ادم بروح غادي زي اي بني ادم. انت الحين ما عندكش وطنيه بصراحه، يعني استحلفك بالله ما عندكش وطنيه. لا عندي. لا يمكن شويه. بس يمكن أكون رأيي إنه مسيرة العودة مسيرة. في الأول وفي الآخر أنا باعتقادي يعني مسيرة العودة هذه ولا حاجة. يعني بالنسبة إلي صوبت، ففكرت يعني بس مجرد تفكير صغير، يعني قلت إحنا بنروح للعودة، ليش ما البني آدم يروح يدافع عن القدس أساسا؟ بعض غير إيش بدنا نقول يعني؟ الله المسؤول. شفتكم بالطيب الجرح. الله يخليك. أنا عملت 13 عملية. تصير حياتي بتغير كليا، يعني بختلف نشاط عن قبل، طلع ونازل مثل ما قلت، اطلع وجه كثير الحين بخف اطلع. خرف يعني مدخل مخرج وفجأة إصابة الرجل أثرت على مثلاً عملك على شغلك؟ ما فيش شغل، أنا ما اشتغلش أصلاً من قبل. هو من قبل الإصابة ما اشتغلش. فيش شغل أصلاً، فيش غزة، فيش شغل. فيش كلهم شباب قاعد مقعدين. الاحتلال يخطط لأن يحول جيل كامل من الفلسطينيين إلى جيل من المعاقين. إحنا بنتحدث إنه في 12 ألف مصاب، يعني مجرد رقم. لكن لما نقترب من هدول الناس بنشوف انه كل واحد القصة المعاناة خاصة فيه. في شباب فقدت احلامها بسبب اصاباتها، يعني فقدت مستقبلها بسبب اصاباتها. الواقع مرعب، الواقع مش طبيعي. انا لو في عنا انا تسليك شرايين لما صارش في رجله ولا حاجة. تكلم عادي هذي؟ بحكي عادي. ربنا يشفيك ان شاء الله. لا بس هو النفسيه تعبانه عندي، يعني
مش بعين الله. قديش عمره؟ 28 سنة. كان شغال قبل هيك؟ بيشتغل مصور في حفلات. مين اللي حكى معنا على التليفون؟ المرة الثانية يرد علي واحد بس يحكي معنا. خذ رقم أبوه، خذ رقم أبوه. يكون واضح يعني. لا عشان أبوه تغلبنا. يلا ما اشوف الشباب هذول يعني مصابين او شهداء، هذا شيء يعني بيشعر الانسان بالحزن. يعني لما انت تكون يعني صاحب الفكره او خلينا نقول لك صاحب المبادره، هذا بصير ايضا في شعور بالمسؤوليه. يعني احيانا الانسان ربما تحت ضغط صراع الضمير ممكن يشعر بانه هو شخصيا يتحمل المسؤوليه. والله انا كان اكثر شيء خايف منه انه مصير العوده انتهت يوم 14. لما قالوا الساعة 4 أخذوا المخيمات، هو كنت أنت لما تهار أحسن كنت في غزة بس روحت رفح عشان أخوي يتصور. كان الضرب شوية مخيم الرصاص كان في الروس طيارات الغاز تضرب متواصل. اللي بيدعو الناس لفكرة بحس بالمسؤولية تجاهها. صحيح بقى. يوم 14/5 في البريج، كيف كان يوم 14/5 عندنا في البريج؟ مين كان مشاركين اكثر، رجال ولا بنات؟ بنات اكثر بكثير. كان في جيل النساء، شوف صور نسوان؟ لا صور عادي عام. بدك تشوف؟ هاي ايوه السلك والتطبيش طبش وحرمه الحين الدخول النسائي. هاي الحين الدخول في كمان واحد. وهذا المخيم كان جدار بشري النساء لما مرقنا. انا والله بدي اخلص من شغله وراح السلك. احنا كمان في عندنا اعتراض مش على حق العوده، احنا بدناش نخاطر ونموت بدون نتيجه يعني. يعني انا الان لما اقف قبل السلك ب 400 متر مثلا واقعد بس اقعد هيك، انا بوصل رساله. انا مش معني انه اقدم خسائر، انا ما بديش الشباب روحوا يا شباب على السلك بس عشان تستشهدوا عشان تتصوروا. لكن احنا قبل جمعتين اول افطار نزل علينا قناب الغاز. طيب قناب الغاز ولا الاف 16؟ صح بس برضه في موضوع قناب الغاز في عندك انت بس. انا بدي اسالك سؤال، انا بدي اسالك سؤال، قناب الغاز ولا الاف 16؟ لا طبعا قناب الغاز. طيب يعني شيء مقدور عليه يعني. خلينا في المعادله هذه، احنا بدناش نروح لمعادله مثلا، المعادله هذيك تكون مش لمصلحتنا. لكن احنا لو استمرينا بهذا الاسلوب، حتى اقول لك لو مستقبلا بدنا نتخلص من الكاوشوك ومن تطميش الحجار ومن الطائرات الحارقه، مجرد بس نقف ونقول احنا بدنا نرجع اراضينا، بدنا العالم يتدخل. برايكم ممكن يجيب نتيجة؟ أكيد ممكن، بس أمريكا واقف بحق نقد الفيتو ومعوقع علينا كل شيء. ما أخذ بالقوة لا يفرد إلا بالقوة. يا عمي ماشي ماشي، هذه قاعدة ماشي. هذا هو مشروعنا احنا. طيب القوة. إيش مفهوم القوة؟ اليهود بيفهمش إلا لغة العين وبالعين، لأنه هاي هذا الأولى والأخيرة. أخذنا القوة احنا حنرجه بالقوة بإذن الله تعالى. طيب اللي زاهر ما بفهم سلمية. خليني أحكي. البقتل الدكتور رزان هذا بفهم سلمية؟ ما بفهم سلمية. أنا متفق معك إنه احنا أصحاب حق، إنه هذا احتلال وهذا احتلال. طب خلينا نكمل. خلينا نكمل، وهذا احتلال مجرم، كويس أنا متفق معك في كل هذا الكلام. أنا الآن لما أحكي عن خيار السلمي أو النضال السلمي ما بحكي عنه لأنه أنا ضعيف، أنا بحكي عنه لأنه هذا نقطة قوتي، لأنه هذا أول شيء يعني أول شيء اليوم الاحتلال أنت معادلة المواجهة معاه في المعسكر. طب الآن لو أجا وضربك بالف 16 على سبيل المثال، هذا عنصر مش عنصر تفوقك أنت كفلسطيني، أنا عنصر تفوق اليوم هذا الاحتلال أحاصره اقتصادياً، أحاصره إعلامياً، والموضوع طويل يعني، الموضوع بالتراكم، مش بالضرورة يحسم في يوم ولا يحسم في شهر ولا يحسم في شهرين. فلا، السلمية مش خيار ضعف، ولا عمره كان السلمية خيار ضعف. كل الحياة سلمية؟ والله أنت أقول لك إذا فيدك أي وسيلة، إذا فيدك أي وسيلة تستعيد فيها حقك أنا مش ضدك. احنا حنحقق بس احنا بدا شويه. اجت الفتره اللي العرب تكلبوا علينا عشان هيك رحنا للسلميه، لو احنا العرب وقفوا معنا بالصارمه بنضرب اسرائيل. اذا اكتشفنا انه قادرين ننجز بهذا الطريق وبخساره اقل، ليش ما نكمل فيها؟ نكمل. انت اليوم مش قادر تطلع جري؟ زلمه بدي اشوف. خليهم كمان 10000 اصفط، كمان 10000 اصفط، ما ينفعش هذا الكلام. انا مش سعيد من 13000 جريح، انا حزين على 13000 جريح، وبدنا نقللهم، بدنا نحاول نقللهم. نحاول الان نعمل انشطه احنا كشباب، مثلا نروح يوم الجمعه وكذا. هؤلاء الشباب طاقه لنا كشعب فلسطيني، معظمهم ضحايا يعني، هم نشأوا بظروف حصار
لم يسافر ولم يروا العالم الخارجي، معظمهم بلا وظائف، بلا مستقبل، بلا أمل. لما يروح يتظاهر، وبروح يتظاهر لأنه بده يوصل صرخته للعالم. اليوم الجمعة 8/6 مليونية القدس. احنا الآن رايحين على التظاهرات لهذه أول جمعة بعد استشهاد الشهيدة رزان النجار. هذه طائرة مسيرة بتقوم برمي كمية من قنابل الغاز على المتظاهرين. الآن بدنا نغادر خان يونس وبدنا نروح على ميدان غزة. أنا بحب أيام الجمعة أني أروح على أكثر من مكان، بحيث أنه نشوف يعني عدد أكبر من الحشود، نشوف مظاهر أكثر للحضور الشعبي الفلسطيني. نحن هنا في مسيرة العودة، تجد الجميع يشارك، تجد الرجال والنساء، تجد الصغار وتجد الكبار، الكل يجد له موقع. أن يتحول الجميع هنا إلى مبادر وإلى قادر على فعل، وأن يشعر بقدرته على المشاركة وعلى المساهمة. هذه هي ميزة النضال الشعبي السلمي. الشباب اللي أصيب أو اللي استشهدوا أشعر تجاههم بالامتنان، وأشعر تجاههم يعني بكل الحب وبكل الفخر لهم. وبعتقد أنه لازم نواصل من أجل أن ألا نخون الرسالة التي من أجلها ضحى هؤلاء الناس. النضال السلمي يسجل إنجازاته عبر مراكمة النقاط، ومسيرة العودة لا أستطيع أن أقول إنها يعني حققت إنجازات تاريخية بعد أسابيع وأشهر قليلة من بدئها، ولكن أستطيع أن أقول أنها حققت شيئا، وحققت شيئا مهما. ايش يا بابا؟ ايش بدي اعمله؟ بزرع بزرع يا حبيبي. نحن على بعد مئات الامتار من السلك العازل، هذا من الاماكن المحببه اللي بجيها انا واصدقائي. بشوت ايش؟ طياره. طياره وين؟ طايره في السماء. هي تامين تيهودي؟ يا بابا. طب هو الجن؟ لا بيجيش عنا بضل طاير بعيد. في سجن القطاع فإن فرص زيارة أراضينا المحتلة نادرة، فتصبح رؤية الجانب الآخر إنجازا يستفز القلم ويستثير الخيال.
ماذا لو أن أحدنا في لحظة استغراق تأملي رأى نفسه طيرا؟ ماذا لو غفل عن هذه الأسلاك المشؤومة؟ لماذا نعقد الأمور البسيطة؟ أليس من حق الإنسان أن يتنقل مثل الطيور كيفما يشاء؟